Darling, Jamaican, Colombian, Spanish, and French. الخيمة الكبيرة زي ما احنا شايفين هي متجر الفيفا الرسمي لمنتجات الفيفا الأوفيشال فان شوب، فيه منتجات الفيفا الخاصة بمونديال كأس العالم 2014. موجود هذا المتجر على شاطئ الكوبا كابانا في ريو دي جانيرو. راح نروح داخل ونشوف ايش في هذا المتجر ونشوف سوا. طبعاً المتجر مليان منتجات كثير جداً ومتنوعة، يعني زي ما احنا شايفين هنا في شنط خاصة بأطفال في المدارس، أيضاً الدمية الرسمية لكأس العالم موجودة في كل مكان وموزعة، في أيضاً بعض التماثيل الصغيرة أو اللعبة للدمية الرسمية لكأس العالم، وفي منتجات ثانية كثير راح ناخذ فيها جولة الحين معاكم وبنتعرف عليها كلها بإذن الله. هذا القسم زي ما احنا شايفين هنا فيه المنتخبات المشاركة في كأس العالم، كل الأطقم حق المنتخبات اللي مشاركة في كأس العالم هنا في البرازيل 2014 موجودة بأسعارها، طبعا ما في تغيير بحكم انها ماركات عالمية، لكن موجودة بمقاسات مختلفة بتقريبا اغلب الألوان. ايضا فانيلات التدريب اللي يلبسونها اللعيبة اثناء التدريب موجودة هنا في هذه المنطقة الخاصة بالمنتخبات اللي في كأس العالم. هنا طبعا اللي هو ممر الخروج بشكل نص دائري، الكاشير او الحساب على اليمين وعلى اليسار، يدخلون الناس من هنا بكل تنظيم بكل سهوله، تحاسب على يمينك او على يسارك مثل ما احنا شايفين زحمه غير طبيعيه هنا. الكوره الخاصه بكاس العالم، ودي اوريهم مهاراتي هنا بس انا خايف انهم يعني ينبهرون يوقع معي سكولاري. في النهاية وانت طالع بقول لك thank you for visit.